سارقة احنا كده دلوقتي هنبدأ نرسم في الجزء السادس، هو نرسم سبليت بين. تمام، أول حاجة نحدد المستوى اللي نرسم عليه زي كل مرة. تمام، لما هرسمه هرسمه خلال ايفولف. حددنا سنتر، خط سنتر لاين، هنعمل حاليا ايفولف، حددنا انفينيتي لين وفيرتيكال. هنعرف شوية عشان الخط يبقى واضح. وعشان الدايمنشن صغير. تمام، محتاجين نعمل زوم كبير. تمام كده ماشي، هنعمل الخط دوت وطوله كام؟ 4. اوكي، بعد كده هطلع كده من 3 سم، بس برضه حط من هنا كده 3 سم، كل سنتي. تمام، كده جبت سنتر لاين لازم سنوات بس مهمة عشان أعرف أرسم القصر اللي فوقيه. بعد كده هجيب القوس دوت. تمام كده، هختار القوس اللي هو أول ناحية على اليمين. القوس أول ناحية على اليمين ده بيتيح لي إن أنا أرسم جزء من القوس، مش جزء من الدايرة، لأ جزء من القوس ذات نفسه. تمام كده، كده رسمنا الشكل ده. هنثبت السكتش، هنعمل ايه سكتش، هعمل انفولفد. تمام، هختار هنا الخط اللي انا هعمل عليه انفولفد، هختار الخط بهذا الشكل. تمام كده، هختار توب فيو، هختار توب فيو، هبص اللي هبص منه. هعمل ايه؟ طب هعمل بلين دلوقتي عشان ارسم عليه، عشان هبص الاقي ان انا هضطر اقطع في حته عشان اطلع نفس الشكل اللي هو مطلوب. حدد ان هو ريفرنس بلين، ان هو الخط اللي هو المثال ده اللي مستوي. هعمل كونسيلر عشان يبقى لازم بلين ده في نفسه. احدد بلين كسكتش، اعمل سكتش البناء عشان ارسم عليه. اوكي، ارسم خط ماشي من الكوس اللي فوق دوت، الكوس تحت المفروض الخط ده يبقى طوله 4. تمام، ثبت الخط ده. بعد كده الخط ده مش طوله 4 بس، انا ارسم بيوصل من بين النهايتين اللي هو الدايرة اللي فوق دي. فمجرد ما اضغط عليه كده واحركه ابص الاقيه ان هو مهما اتحرك برضه بيظل ماشي على نهاية القوس اللي فوق، اللي هو بيظل ماشي على اطراف الدايرة اللي فوق. تمام، اللي انا حدد البداية بتاعته عليها والنهاية بتاعته عليها، وهاجي عليه هنا في الحتة اللي على الشمال دي. احدد طوله، انا محتاج 4، خلاص كده حددت 4. تمام كده، هثبت الخط وهرسم القوس. القوس يبقى بداية برضه هختار القوس أول واحد على اليمين دوت، لأنه بيتيح لي إن أنا أرسم جزء من القوس زي ما احنا شايفين. ماشي، بس تمام كده. هعمل بقى اكسترود كات، أهو هلاقيه هو محدد لي بتاع ذات نفسه الجزء اللي أنا عايز أقطعه أساسا، أهو كده قطعته. تمام كده ماشي. بعد كده هاجي هاخد المستوى ده واعمله سكتش. تمام، اول حاجه هرسم سنتر، بعد ما حددت المستوى ده سكتش هرسم سنتر لاين من هنا لهنا.
تمام. بعد كده هاجي على حراس الإليت، حط في نص الخط اللي أنا عملته دوت، وأرسم هبص ألاقي الإليتس عشان أرسم هحدده بحاجتين. أول حاجة بحدد الأطراف بتاعته، يعني كده كده رسمت الإليتس اللي أنا عايز أرسمه، تمام. هعمل له سكيورتي بوس أهو، ده هشوفه قدامنا. أحدد الإدفاع بتاعه، فهو أحدد الطول بتاعه، فالطول بتاعه هيبقى كام؟ الطول بتاعه هيبقى 32، أهو كده. وأجي على الجزء ده بقى، وبرضه هعمل نفس ال أرسم فريد لاين على الجزء ده كده، ماشي. وبرضه أرسم إليبس تاني، تمام كده. والمرة دي أكسكلود الكات، بس لما أجي أحدد الجزء من تحت، لأن هو ده اللي أنا عايز أعمله أكسكلود الكات، تمام. العمق بتاعه يبقى بمقدار 4، تمام كده. كده بقى رسمنا اللي هو السبليت بين، كده نبقى رسمنا السبليت بين اللي هو المفروض اللي احنا عملناه بقى، تمام. شكرا.